يعني نص الشهر شغل ونص الشهر واقف. تالت حاجة الصيادين الغلابة اللي هم الناس كبارات السن، ما عادش بتطقوا مواصلات توديها ولا تجيبها، ما معهمش يركبوا، والناس المرضى اللي عيانة من الصيادين، وفلوس طالع جاية منحة من بقع الجاز وزيت تعوض للمراكب. النهارده بقى لها سنتين وانصرفت، ومع المسؤولين. المسؤولين مين؟ الحاج ابراهيم يكمل لك. طيب يعني قبل ما اروح للحاج ابراهيم، عرفنا ان في عدد كبير من المراكب في المينا جوه واقف عشان خاطر مفيش سولار ومفيش جاز. السولار ومن الحرب اللي بيعدي. الحرب اللي بيعدي من نقص روح المراكب. طب اللي عاوز يركب يروح علي ويروح هنا ويروح هنا، وما معهوش لا يركب لا يروح ولا يجي. وشوفوا لابس جلابيه ما حدش كده بيركبه. بتطلعوا كم طلعه في الاسبوع يا حاج طه؟ نعم. بتطلعوا كم طلعه صيد في الاسبوع؟ المراكب. اللي معاه جاز بيقعد له 3-4 أيام 5 أيام، واللي معهوش جاز بيقعد يوم يوم ليلة ما يغطوش مصاريفه، وبعدين بياخدوا التأمين الإجباري على المراكب والمراكب واقفة، بياخدوا التأمين التاني على المراكب والمراكب واقفة، بياخدوا الضرايب والضرايب بتحاسب لهم المراكب واقفة. التأمين كام يا حاج؟ نعم. التأمين اللي حضرتك بتدفعه للمركب سواء شغالة أو واقفة بيكون كام؟ على قوة الحصان. في 1000 وفي 1200 وفي 2000 وفي 2500. ده غير الترخيص وغير التفتيش البحري وغير تجديد الرخص كذا حاجة. طيب يعني شايف الفرق بين الصيد زمان والصيد دلوقتي؟ الصيد زمان الناس اللي حج الناس كانت قليلة، فالرباية بتكتر. الرباية بتكتر. الوقت الصياد كتير. ما عادش انتاج قليل. يعني واحد معلق 5-6 قماصة في السوق بيفوت عليه واحد ياخد واحد. انما بنشالوا دول على طول وعايزين مكانهم. يعني ريس طه، طيب قول لنا انواع السمك اللي انتم بتستخرجوها من البحر دلوقتي، اشهر الانواع اللي المفروض موجوده في بورسعيد او في البحر المتوسط. اشهر الانواع مش كل يوم ولا كل شهر، ده مواسم. في حاجه للبوري، في حاجه للطباره، في حاجه للسردين، في حاجه للباغة، في حاجه للشخرم، في حاجه للحناجل. مواعيد ربانيه. طيب يعني اكتر موسم بتشتغلوا فيه وبيكون فيه رزق كبير؟ نعم. اكتر موسم بتشتغلوا فيه وبيكون فيه رزق كتير؟ ده موسم ايه بالظبط؟ الصيف. الشتاء كله قاعد بقى وسقعة ومحدش بيجي من بيته وحاجة زي كده. ايوه. مفيش نشاط. شايف طيب عملية الصيد أو نشاط الصيد في بورسعيد اتأثر بالأحداث الأخيرة اللي كانت موجودة في بورسعيد، سواء الأحداث اللي حصلت ساعة الجنازة ولا الأحداث اللي قبل كده ساعة ماتش الأهلي؟ الصيادين دول ناس مستقلين للعمل بس. ايوه. ما لهمش في الحاجات دي حاجة أبدا. بيجري عشان قوته. لو قعد عاوز يدفع إيجار ويدفع تليفون ويدفع نور ما يقدرش يقعد. طيب يعني حاج طه اللي بتطالب بيه، ايه المطالب بتاعتك اللي انت بتطالب بيها بصفتك كبير الصيادين او شيخ الصيادين في بورسعيد؟ المطالب الحاج ابراهيم لمؤاخذة بيقرا وبيكتب ياخد منه بقى. طيب اكمل مع حضرتك الحاج ابراهيم رجب او الرئيس ابراهيم رجب. يعني رئيس ابراهيم، الحاج طه بيقول لنا ان المراكب واقفه وان مفيش حركه صيد ومفيش سولار او مفيش جهاز عشان خاطر المراكب تطلع، وايضا الرسوم اللي بيتم تحصيلها على المراكب سواء كانت المراكب شغاله او مش شغاله بيتم تحصيل عليها رسوم وتامينات. ايوه. الوقت قطاع الصيد في مصر عمومي كله مهمش. اولا بيبدا قطاع الصيد النهارده ملوش لا تامين صحي ولا له اي مستشفى بتدي الصياد اي حقوق ل اي معاناه صحيه للصياد. دي واحد. اثنين، لا يوجد تامين صحي للصياد نهائي ولا يوجد معاش للصياد نهائي. ثانيا، احنا بنصرخ صرخه قويه لكل مسؤول في مصر عن انقراض الثروه السمكيه داخل مصر من المعاناه.
الصرف الصناعي داخل الكنال المغذي ما بين البحيرة المنزلة وما بين البحر الأبيض المتوسط. كل دول العالم وكل دول الحوض المتوسط بتنمي الثروة السمكية، إلا مصر بتهلك الثروة السمكية بجميع الوسائل وبجميع الطرق. الوسيلة الأولانية إن الصرف الصناعي بيصرف في شريان الحياة اللي هو موصل ما بين بحيرة المنزلة وما بين البحر الأبيض المتوسط اللي هو عن طريق قناة السويس. الصرف الصحي دي نسبة السموم فيه حوالي 60% سموم سموم سموم، وده بيأثر على البحر بطريقة غير مباشرة، وخاصة للسمك العايم اللي هو البوري والجران والفحار والسردين وجميع السمك اللي هو العايم واللوت وجميع السمك اللي هو كل صنف العايم بيأثر عليه، لأن المية دي على ما بتوصل مع المد والجزر مع المد بتلوث البحر الأبيض، ومع الجزر بتلوث بحيرة المنزلة. يبقى إبادة نهائية من سبب التلوث الموجود من الصرف الصناعي داخل منطقة بورسعيد بالأخص. يعني الصرف الصناعي ده موجود في المنطقة ما بين بحيرة المنزلة وبين البحر المتوسط، زي اللي بيجي الواحد بيدي له حقنة في الوريد وبقول له تعالى اما ادي لك حقنة التسمم عشان تموت، إبادة. طيب دي المنطقة الرئيسية اللي انتوا بتصطادوا فيها؟ هي دي المنطقة الرئيسية، هي دي الحصالة اللي بتخزن السمك مع المد والجزر، بتطلع الزريعة تروح البحر البحيرة تتربى وترد تاني. دي ايه ده عملية تحضين للسمك. طبعا ده ما بتمش في بحيرة المنزلة خالص، الا الوقتي بحيرة بتتعدم واحدة واحدة والبحر بيتعدم واحدة واحدة. الصيد الجائر للزريعة، انت جاي حضرتك من دلوقتي ومعدى على اكتر من 20 عربية كلهم بيشتغلوا في الزريعة، بيشتغلوا عينك كده، ما فيش لا رقابة ولا حكومة ولا مسؤول ولا اي حد بيدور على حاجة. يعني مشكلة صيد الزريعة دي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها معظم الصيادين، خصوصا مع وجود عدد كبير من الصيادين غير الشرعيين اللي هم بيعتمدوا اساسا على صيد الزريعة عشان يبيعوها لاصحاب المزارع ويتم استخدامها في المزارع. طيب شايف الحل عشان نقضي على عملية صيد الزريعة اللي هي المفروض بتهدد الثروة السمكية في مصر؟ عشان احنا النهاردة عشان نقضي على الحالة دي لابد نوقف الاستزراع السمكي لكل ما هو سمك يصطاد من البحر. السمك اللي يصطاد من البحر ده انت بتبني شيء عشان تموت شيء تاني. النهاردة عشان تزرع استزراع سمكي لابد انك تعمل حاجة، توضع الاساس اول تبني عليه. النهاردة فيه العباسة بتعمل مفرخ لجميع انواع الاسماك ما عدا البوري والطور الوحيد اللي ما تفرخش. يعني ايه مفرغ؟ يعني ايه بتفرغ؟ بيجيب سمك امهات وبيفرغه على اساس يطلع منه ولده زريعه تتربى. البوري ده ما بتفرغش، الطبار ما بتفرغش، اللي هو العباسه بتفرغ شبار بلطي وبتفرغ القراميط وبتفرغ اللوت وبتفرغ اللي هو اللهم صل على النبي المبروك والصرفر والحاجات دي كلها. ده المفروض هو بقى الثروه السمكيه يبقى فيه رقابه شديده على الزراع السمكي، ولابد من وجد الشيء الذي تبنى عليه هو لازم يبقى ده البنيان الصحيح، انما لم يوجد اساس تبنى عليه يبقى بنيان باطل واهلاك للثروه السمكيه في مصر عمومي. النهارده يوقف الزريعه، يوقف صيد الزريعه الجائر من البحر. طيب من صيد الزريعة ده ليه شبك معين بيتم استخدامه اللي هو شبك غير شرعي اللي هو الفتحات بتاعته صغيره جدا؟ مجد يا ده النهارده عادي بيحترفوا ويجيبوا ستاير من اللي بتتعلق على الشبابيك يصطادوا بها الزريعه عشان ما يبقى زي يعني انعم من المنخل كمان، يعني بيصطاد بستاره من اللي بيحطها على الشباك عشان يجيب الزريعه اللي لسه مولوده النهارده، وده صيد جائر بالنسبه للزريعه. النهارده عشان تعمل استزراع سمكي لابد توجد الاساس، والاساس هو ايه؟ هو الزريعه. عشان انت عندك دلوقتي عشان تيجي تصطاد زريعه من البحر الابيض وبعدين ترجع تجيب زريعه تاكلها بسمك تاني، وده دمار على دمار على دمار، خراب متواصل متبادل سلسله. النهارده عشان يجي ياخد شويه لوت من البحر لابد ياكلهم. طب هياكلهم بايه؟ لابد ان يجي ياخد يا اما ياخد
زغلان، يا اما ياخد سردين، يا اما ياخد جمبري، يا اما ياخد اي حاجه صيد جائر، يا اما شبار دور من بحيره المنزله، ياكل اللوت سمك بسمك عشان اللوت يتربى. وده خراب ودمار. على النهارده الثروه السمكيه في ايديها تعمل حاجه. النهارده عشان تزرع سمكي لابد يوفر الولده، وعشان يوفر الولده يوفر لها الولده، ده اللي هو السمك الصغير اللي هو الزريعه. الزريعه ده هنا في مصر عمومي عليه كل شغل مخالف اجباري. صيد جائر للزريعه باكملها. النهارده عادوا بياخدوا الوقار، بياخدوه بتوصل حبايه لغايه 10 جنيه و15 جنيه و25 جنيه حبايه الوقار يزرعوها، بيجيبوها النهارده. الصياد بيصطادها يجي يجيبها، الصياد مش لاقي حاجه يقوم يجيبها يبيعها ب 3 جنيه، تاني ياخدها من واحد لواحد لما توصل لغايه 25 جنيه، ياخدها المحتكر يحطها في الحضانه ويربيها، وبعد ما يربيها ياكلها بسمك تاني. يعني يجيب لها سمك تاني ياكلها، والسمك منين؟ يا من البحيره، يا من بحيره المنزله، يا اما من البحر. يعني خراب متبادل، سلسله دايره. احنا بننادي جميع المسؤولين في الثروه السمكيه اولا، ثانيا بننادي على وزير البيئه، وبننادي على كل مسؤول في مصر بالنسبه للتلوث البيئي اللي موجود في البحر الابيض وبحيره المنزله. طيب يعني هرجع لك تاني بس اكمل مع الرئيس السيد سعد. يعني رئيس سعد، يعني الرئيس كان بيتكلم على ابرز المشاكل اللي هي عمليه صيد الزريعه وعمليات الصيد اللي هي غير الشرعيه او غير القانونيه اللي بتتم، واللي هي بتهدد بالاساس صناعه او عمليه الثروه السمكيه في البلاد. يعني شايف وجهه نظرك انت في المشاكل التانية اللي بتقابلكم كصيادين، المخاطر اللي ممكن تتعرضوا لها في البحر. حضرتك النظام القديم ورث المرض والفقر للصياد. بمعنى ايه؟ الصياد اساسا دوت مزرعه للامن الغذائي للجمهوريه. بورسعيد ديت كان سمكها معروف على مستوى الجمهوريه، بيروح للجمهوريه كلها. النهارده بورسعيد ديت يعني الصياد دي بيعتبر حلقه لبورسعيد، من ضمن حلقات بورسعيد لو فيها مصايد، لو فيها مصايد والصياد بيترضى بيبقى في حلقه في البلد بتدور، الفكهاني بيرزق، الجزار بيرزق. النهارده دي حلقه من ضمن الحلقات اللي بتموت البلد مع موضوع الاستاد اللي البلد ظلمت فيها. دي حاجات من ضمن الحاجات اللي موتت البلد. شايف ان الصيادين او نشاط الصيد اتاثر على خلفيه الاحداث اللي كانت موجوده بورسعيد؟ اكيد اكيد اتاثر. ما النهارده حضرتك احنا بنقول دي حلقه من الحلقات، دي حلقه من الحلقات اللي اثرت. النهارده الصياد لو ما فيش ليه ابن بيعيله، الصياد زي ما انت شايف كده، يمكن فيه بعض ناس يمكن قاعدة في الميناء مستنية اللي يعطف عليها، مفيش العائل ليها. فالنهاردة إذا كان ليه ابن عائل هو اللي بيصرف عليها، هو اللي بيصرف عليه في الفترة. عدد الصيادين في بورسعيد قد ايه تقريبا؟ عدد الصيادين 75 ألف صياد. 75 ألف صياد. طيب ألف صياد بينتموا، يعني مش بورسعيد كمان بس، ده بيجي لها ناس من بيجي لها ناس من رشيد اوقات تسرح هنا، وبيجي لها ناس من اسكندريه، وبيجي لها من الفيوم. طبعا انت حضرتك عارف برضو بحيره الفيوم وايه اللي حصل فيها والمعاناه الصياد هناك، اخد بال حضرتك؟ في بيجي لها من السويس، الفترات اللي بيقفوا فيها بيجوا يشتغلوا هنا. والمطريه عندنا نسبة كبيرة من المطرية، ليه برضو؟ لمعاناة البحيرة من التلوث اللي موجود على مستوى المحافظات الشرقية والدقهلية. الحدود اللي مسموح بيها للصيادين في بورسعيد ان هم يصطادوا فيها؟ طبعا احنا حدودنا ان احنا بنبعد عن البغازات. بتكون بعيد عن البغازات. البغاز ده اللي هو ما بين البحيرة والبحر، المفروض بالظبط كده، المفروض اللي بيتجمع فيه السمك الصغيرة والزريعة. ان المراكب بتتعدى المرحلة ديت على اساس ان هو يبقى فيه انتاج لها فيما بعدين. وبعدين في عندنا برضو نقطة، يعني احنا عندنا البردويل ديت اساسا كانت حضانة ربانية. فالنهاردة الراجل بتاع الثروة السمكية اللي هو بياخد قرار وهو قاعد على المكتب عشان ياخد نسبة ربح او نسبه عموله، بيجيبهم البردويل دي اساسا كانت حضانه بتطلع بتفرغ للبحر الابيض المتوسط. النهارده قفلوا على البردويل، يدخل الزريعه
يدخل الزريعه ويروح قافل عليها، وبعد كده تيجي الثروه السمكيه الا تجيب مجموعه صيادين تشغلهم، طبعا اسكان بالواسطه او بالمحسوبيه طبعا بعيد عن بورسعيد، بتجيب مجاميع اسكانت بتشتغل باليوميه او بالانتاجيه، بتشتغل لها شهر في السنه، بتشتغل شهر في السنه. تتخيل ان الجمبرايه او الحنجل اللي بيجي يطلع من تلوث بحيره البلداوير دلوقتي، ان ممكن بيطلع من حمو الميه، بيطلع السمكه يمكن تشم ريحتها وهي خارجه من الميه، بسبب ما فيش تقرير للبردويل. والمفروض ان البردويل تتفتح على البحر تاني كحضانه لتنميه البحر. حضرتك شغال قد ايه في مهنه الصيد؟ انا النهارده يعني بقالك كام سنه شغال في مهنه الصيد؟ 32 سنة لامس المعاناة. بالوراثة ولا؟ بالوراثة. فالنهاردة الراجل اللي قاعد على المكتب كثروة سمكية المفروض ما ياخدش قرار وهو قاعد على المكتب، يرجع لأهل الخبرة. وبعدين النهاردة الزريعة حضرتك بالنسبة لزريعة البوري، النهاردة هو لما ياخد سمكة من البحر ويحطها في المزرعة بتطلع سمكة بس هو بيربيها، وزي ما الحاج قال لك إن هو بيأكل السمك بسمك، فطبعا بتأثر على إنتاج سمك تاني كمان. فالنهاردة السمكة دي النهاردة لما تبقى في البحر ألوفات السمك، بتطلع ألوفات السمك، السمكة الواحدة، عشان يطلع مسؤول يقول لك أنا رميت كام ألف سمكة في البحر أو في البحيرة، ده كام ألف سمكة دي بتاعت سمكة واحدة، بطروخ سمكة واحدة كام ألف. شايف إن التضييق. اتفضل كمل. فمعنى النهارده المسؤول لما اقول لك انا رميت كام الف في البحيره سمكه، فهو لا عنده درايه عن الثروه السمكيه عشان الكام الف دي سمكه واحده، فبناء عليه يبقى بياخد قرار من المكتب ازاي؟ يرجع لاهل الخبره يفيدوه. طيب يعني شايف كل المشاكل دي بتدفع الصيادين ان هم يصطادوا خارج المياه الاقليميه المصريه، وبالتالي تحصل المشاكل اللي هي بتحصل، عمليات اسر مراكب الصيد من الدول الاخرى؟ حضرتك بالنسبه للاسر ديت حضرتك اذا كان حد بيطلع بره المياه الاقليميه فبيطلع بتصاريح او اتفاقيات موجوده. طيب طالما في اتفاقيات او في تصاريح موجوده، طيب ليه بيتم القبض على هذه المراكب وبيتم احتجاز هذه المراكب؟ يحصل مفاجئ عطل بيضطر ان هو يتسوح للمياه. فطبعا هو دخل المياه وبيجي مهندس يثبت ان المركب كان في عطل، كون انت النهارده هو اخد بالشبهات، النهارده مفيش الرقيب اللي بيتابعه خارجيا. فالنهارده عشان انا اطلع خارجيا المفروض السفير يطلع ويروح له، هل هو فعلا عطلان ولا اخده بره المياه الاقليميه؟ ما انت النهارده ليك حدود في مياه دوليه، المياه الدوليه انت من حقك ان انت تشتغل فيها، زي ما انت عندك في المياه في مالطا، فعندك دول كتير بتروح تشتغل فيه. يمكن اخر حاجه فيه لنا مركبين اللي هم بتوع كفر الشيخ دول او رشيد، دول ممسوكين وهم راجعين. هم كانوا اصطادوا وهم راجعين مسكوهم، ويقال ان اللي طلع اخدهم مش السلطات الليبيه، ده طلع زي هنقول ايه، هنقول ناس مجرمين طلعوا اخدوهم، ناس بلطجيه طلعوا اخدوهم، مش السلطات الليبيه اللي طلعت اخدتهم. البلطجيه دول منين؟ من ليبيا ولا من مصر؟ ليبيين هم اللي طلعوا اخدوهم من الخارج. طبعا اكيد الموضوع قيد التحقيقات، يعني لسه ما فيش معلومات اكيد عن الموضوع ده. طيب هرجع اكمل معاك، بس هنتقل الى الرئيس محمد السحراوي. حضرتك ماسك نقابة الصيادين اللي هي بتدافع عن حقوق الصيادين في بورسعيد، يعني دور نقابة الصيادين في مشاكل الصيادين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة لمشاكل الصيادين، لو عندنا مشاكل الصيادين لا تحصى ولا تعد، لأن الصياد نفسه مشكلة ومفيش أي مسؤول حط اهتمامه للصياد. أول مشكلة تقابل الصيادين وهي المشكلة تقركوا مشكلتين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، اللي هي مشكلة التأمين الصحي ومشكلة التأمين الضماني. يعني الصيادين كلهم مش مالهمش أي تأمين صحي أو أي ضمانات اجتماعية؟ الضمان الاجتماعي هو الضمان، التأمين الضماني اللي هو التأمين العادي، اللي هو زي التأمين المبارك، التأمين العادي. إنما تأمين أنا بدفع، الصياد بياخد منه جنيه على أساس في آخر يعني مثلا ما يعدي 60 سنه او 65 سنه بيدي له مثلا تامين 80 جنيه او 80. طب خد مني انا في الشهر مثلا 100 جنيه تامين، واديني مثلا في اخر مثلا حياتي بعد 60 سنه اديني مثلا مبلغ كويس اقدر اعيش به.
انما ما تدينيش مثلا 80 جنيه او 120 جنيه او 150 جنيه تبع افراد الاسره، تبع عدد افراد الاسره، وتقول لي عيش بهم او اتصرف بالعيشه ديهم. دي بالنسبه للتامين الاجتماعي. بالنسبه للتامين الصحي طبعا يعني هتبقى مشكله كبيره، لان معظم المستشفيات دلوقتي الحكوميه بدات تتحول لمستشفيات خاصه. طب الصياد هيتعالج بال 120 جنيه يتعالج بيهم او ياكل بيهم او يشرب بيهم، او المدارس مصاريف المدارس يعني. يعني بصراحه الصياد اخر واحد الناس تفكر فيه. طيب يعني ريس، عاوز اعرف منك برضو عدد المراكب اللي هي متوقفه عن الصيد حاليا بسبب نقص السولار والجاز. انا بصفتي مشرف برضو على توزيع السولار. كميه السولار اللي بتيجي قليله جدا جدا جدا، وبورسعيد الوحيده احنا قننا كميه الجاز. بورسعيد الوحيده على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي احنا حددنا كميه الجاز، حددنا 7 براميل في الاسبوع، سبعه في ايام شغل. 7 براميل للمركب الواحده؟ واحد في ايام شغل في 7 ايام. 14 برميل برضه في 7 ايام تبع قوه الحصان. 2 برميل الاول كان بياخد، يعني في مراكب بتوصل في اليوم 9 برميل في اليوم، المفروض حصتها قوه حصة. احنا 9 برميل دول خليناهم برميلين بس، يعني حوالي 30% من كميه الكميه المستهلكه بتاعته، يعني نقصناهم 30%. وبالرغم من كده كميه السولار بتيجي قليله جدا، يعني المراكب بتقف في الصف مثلا 4 ايام او 5 ايام او 3 ايام عشان ياخد ايه الكميه بتاعته. يعني بالرغم من ان ازمه نقص السولار يعني حلت تقريبا في عدد كبير من المحافظات، يعني مش بنشوف الازدحام والطوابير اللي كانت موجوده على محطات الوقود زي الاول، لكن لسه الازمه دي موجوده عندكم كصيادين؟ موجوده عندنا في بورسعيد خصوصا. احنا نسال في عزبه البرج ما فيش ازمه، في كفر الشيخ ما فيش ازمه، في الاسكندريه ما فيش ازمه. الوحيده من صيد بورسعيد اللي هي كميه السولار فيها بتيجي قليله جدا جدا جدا. طب السبب في كده ايه؟ طيب يعني هل ده راجع لقرارات من وزاره التموين ولا من محطه الوقود اللي بتجيب لكم السولار، ولا يعني المشكله في كده ايه بالظبط؟ في من بورسعيد محطتين وقود، مصر البترول والتعاون. مصر البترول ملتزمه بعض الشيء بالكميه اللي هي ملتزمه بيها بالعقد اللي هو ملتزم. بالنسبه للتعاون غير ملتزمه على الاطلاق بالكميه اللي هي مقترحه موجوده. المفروض الكميه اللي بيتم توريدها ليكم قد ايه؟ المفروض احنا طلبنا قلنا اقل حاجه مثلا 60,000 رتل يوميا لعدد حوالي 800 مركب موجودين. يعني المفروض يطلبوا مثلا 120,000، احنا قلنا لهم عايزين 60، عايزين 50، عايزين 40. في الاخر لما تعبنا قلنا لهم 40,000 لتر يوميا بس ما ينقصوش، واحنا ان شاء الله هنتصرف وهنمشي المراكب ومش هيبقى في مشكله. طيب ال 800 مركب اللي المفروض موجوده بورسعيد، كام منها شغال وكام منها واقف؟ ما هم ال 800 مركب نفترض ان فيهم 300 مش شغالين، في 500 شغالين، ال 500 بيجوا على مدار الاسبوع. يعني 500 بيجوا على مدار الاسبوع، اللي احنا قلنا كل اسبوع بياخد السبع براميل بتوعهم او ال 14 برميل بتوعه او بالظبط. يعني السبع براميل يعني هيخلصهم في يوم، يبقى خلاص يخلصهم في يومين، يشتغل بيهم بعد يعني هو السبع براميل دول او التسع براميل هيكفوا اسبوع واحد، خلصهم في يوم، خلصهم في اثنين في ثلاثه، دي مش مشكله، دي مش مشكلتكم انتوا يعني. وهم راضيين على الوضع ده، هم راضيين، بس للاسف برضه كميه قليله جدا اللي بتيجي، يعني ما بتجيش حتى تلت الكميه اللي هي المفروضه تيجي. طب الكميه قبل كده كانت قد ايه؟ الكميه اللي كانت بتيجي قبل كده كانت زاد، يعني ممكن ممكن كان بيجي 40,000، ممكن يجي 50,000، ممكن يجي 60,000، ما كانش فيه المشاكل دي. اصبح الناس دلوقتي بتدور على ايه، يعني انا مركبي شنشله، في مثلا 40 راجل او 30 راجل بيسرحوا فيه. يعني ايه شنشله؟ الشنشله دي اللي هم بيصطادوا في، عندنا رخص جر، رخص صنار، رخص شنشله. بالنسبه للشنشله دي فيها ايه 40 راجل اللي هم بيصطادوا السردين. تمام. فيها حوالي 40 راجل، من 30 ل 40 راجل شغالين. ده لما يقعد 3 ايام يستنى كميه الصور، هيصرفوا في الثلاث ايام دول اقل حاجه مثلا 4,000 جنيه او 5,000 جنيه. وممكن يطلع يصطاد ما يجيبش ب 1,000 جنيه. طيب رحله الصيد بتستغرق كام يوم في المتوسط؟ والله بالنسبه لبورسعيد يعني ممكن في ناس بتقعد يوم، او من الصبح اللي تيجي تدخل اخر النهار، في ناس بتقعد 3 ايام، في ناس بتقعد 5 ايام، اقصى حاجه يعني بالنسبه لبورسعيد هنا 7 ايام. ده داخل حدود المياه الاقليميه ولا لا لا لا
بيطلعوش خارج حدود المياه الإقليمية، داخل حدود المياه الإقليمية. طيب السبب اللي بيدفع كثير من مراكب الصيد ان هي تصطاد خارج حدود المياه الإقليمية وتحصل المشاكل مع دول الجوار زي تونس وليبيا، ودايما في عمليات أسر للمراكب، يعني دايما الدول المجاورة بتقول ان الصيادين المصريين بيتعدوا على المياه الإقليمية بتاعتنا، شايف السبب في كده ايه؟ انا بالنسبة للسبب ان انا مثلا في مياه الإقليمية بتاعتي ما فيش سمك، وما فيش سمك من مين؟ من مسؤولين عندنا، يعني المفروض عندنا 12 بحيرة، عندنا بحر متوسط بطول مش متذكر كم متر كم كيلو، عندنا البحر الأحمر، طب ليه ما نخليش مثلا الثروة السمكية وزارة الوحيدة مستقلة عن وزارة الزراعة، وبعدين ده قطاع انتاجي مش مثلا قطاع استهلاكي، انا اخليه قطاع انتاجي، اخلي وزاره خاصه به واشوف المشاكل بتاعه الصيادين، واشوف مشاكل المياه، اشوف مشاكل الزريعه، يعني اللي ادى الى سوء الثروه السمكيه هم نفسهم المسؤولين عن الثروه السمكيه، لان هم المصرحين بصيد الزريعه، يعني هم المسؤولين المصرحين لهم بصيد الزريعه، ما حدش يقدر يمنعهم. طيب هل في عمليه رقابه بتتم على المراكب دي؟ يعني في تفتيش مثلا على المراكب قبل ما تطلع تشوف مدى صحة هذه المركب ان هي تطلع تصطاد، عشان المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الصيادون وسط البحر؟ طبعا، ان بالنسبة عندنا اول حاجة تفتيش بحري، يعني تفتيش البحر ده عشان اجي ارخص لك لازم يكون في حاجات معينة، اللي هي شروط سلامة المركب للإبحار ايه هي؟ التفتيش البحري اللي هو النجاة، صدور اللي هو جاكيت النجاة، في طفايات حريق، في بلطة حديد مثلا لأي مشكلة، بالنسبة اللي يبقى في تليفون مثلا هوائي موجود، في اسكنديل يشوف لك المية أو ساتلايت يشوف لك المية أو يشوف قوة البتاع، هي في الحاجات دي. بعد كده مثلا بيخلص هنا من سلامة المركب، بيجي مثلا بيطلع هنا من مكتب السواحل هنا، من مكتب حرس الحدود. طبعا انا طالع بالمركب بيبقى في دفترين في المركب، دفتر بيتسب في المركب بسرح بيه بعدد الافراد، وفي كرنهات لعدد الافراد، وفي تسريح بيدخلهم الميناء، وبيطلع على هذا الاساس يبقى بيتم على عدد الرجاله الموجوده، الدفتر ده نفس الدفتر ده، العدد الموجود ده هو نفس العدد ده في الذهاب وفي العوده. طيب غالبا المركب اللي هي مركب الصيد بيطلع عليها كم صياد؟ هو تبع الحرفه الموجوده في المركب، في عندنا حرفه الجر ممكن من 3 او لغايه 7. يعني ايه الجر؟ اللي هو في شباك وبتجر وراه، غير حرفه الشنشله، غير حرفه الصنار. الصنار ده بيرمي غاز بتاع ده، صنار اللي هو الصنار العادي ده، صنار ممكن برضو من 4 لـ5، هي الحرفه الوحيده اللي هي بتعتمد على كميه كبيره من الافراد اللي هي الشنشله. طيب قول لي عدد او الرئيس اللي قبلك قال ان عدد الصيادين في بورسعيد 70,000 صياد، الرقم ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا، هو يمكن مبالغ فيه شويه، بس هو ما يقدرش يعني نحدد الكميه مظبوطه. طب تقريبا اللي هم، او خلينا نقول الصيادين اللي مشتركين في النقابه. لا، مشتركين في النقابه هيبقوا عدد قليل، يعني لان النقابه يعني ايه ايام الثوره غير دلوقتي، الناس طالما ان النقابة، أنا بدور لغاية الوقت على مقر النقابة مش عارف أجيبه داخل الميناء، يعني عندنا في أماكن كتيرة داخل الميناء المسؤول عن الميناء مش عايز يجيب لي المكان. دي نقابة مشهرة وقانونيا؟ قانونية، ده من شهر 4/2012 وهي مشهرة النقابة. للأسف يعني ما بنيجي نجيب الأعداد الصحيحة، مثلا لعدد المراكب ما بنعرفش نجيبها، لعدد الصيادين عموما ما بنعرفش نجيبهم، لان عندك صيادين بيجوا من المطريه دهليه، عايز في صيادين بيجوا من البرولوس، في صيادين بيجوا من اسكندريه، في صيادين، فما تقدرش تقدر تجيب الحصر الاكيد. طب خلينا نقول عدد الصيادين اللي هم بيشتغلوا بشكل شرعي، اللي هم القانونيين، اللي هم ليهم المفروض كارنيه بيشتغلوا بيه. هو لازم يشتغل شرعي، يعني هنا يشتغل شرعي، هي الحاجات الغير شرعيه هي بس الزريعه، صيد الزريعه سواء من البحر هنا او من داخل البحر. انا قصدي ان في، عشان الصياد المفروض عشان يطلع يشتغل بشكل شرعي بيكون ليه كارنيه بيشتغل بيه، بيكون حاصل عليه
معرفش من اذا كان من النقابه بتاعتكم او من هيئه الثروه السمكيه بالظبط كده. فانا سؤالي عدد اللي هم يمتلكون هذه الكرنهات التي يتم الحصول عليها من هيئه الثروه السمكيه؟ 20,000 في حدود 20,000 صياد. انا في مشكله برضه داخل الميناء، احنا اتكلمنا على مشاكل الصيادين عامه، وقلنا يعني كذا مره التامين الصحي التامين الضماني هم لان دوم حياه الصياد، لان الصياد بيعتمد على الاجر اليومي. النهارده ممكن يشتغل في الاسبوع يوم، ممكن ما يشتغلش طول الاسبوع، في هواء في وقف اجباري، فالصياد طب الصياد هيجيب منين؟ فالتامين الصحي ويا ريت تامين ضماني محترم يقدر يعيش به له ولاسرته. طب التامين الضماني ده بيتم الحصول عليه منين؟ انهي جهه او انهي وزاره؟ هو تقريبا من التامينات لصاحب المركب، من التامينات الاجتماعيه العاديه، بالنسبه للافراد العاديين من وزاره الشؤون الاجتماعيه. ده مش المفروض بيحصل عليه يعني في العادي في الطبيعي اللي هو المعاش اللي بيحصل عليه؟ معاش معاش، بس معاش ضئيل، ما يعني 120 جنيه 130 جنيه 80 جنيه ما يكفوش حاجه. يعني في مشاكل برضه داخل الميناء نفسها. اللي هي ايه المشاكل اللي موجوده داخل ميناء بورسعيد؟ ميناء الصيد في بورسعيد تعتبر دلوقتي مقلب زباله، مقلب زباله، مش ميناء الصيد على البحر المتوسط. مدير الثروه السمكيه، مدير الثروه السمكيه لا ليس له علاقه بالميناء اطلاقا. معين مدير ميناء ليس له علاقه بالميناء اطلاقا. احنا كافراد احنا اللي بنقوم بكل حاجه. احنا كافراد داخل الميناء احنا منوطين بكل حاجه، حتى لغايه دلوقتي مفيش قوات امن على البوابه، انا ادخل بتسريح او اطلع بتسريح، مفيش الكلام ده خالص. لا مفيش حد بيفتش عليكم وبيراقب على اللي بيدخل على اللي بيخرج. ها شرطه واقفه حاجات يعني رمزيه واقفين كده خلاص، ملوش اي علاقه بالايه بالداخل وبالخارج. ده الكلام ده موجود من فتره ولا من بعد الثوره؟ مفيش اي قوات امنيه موجوده داخل الميناء. طيب ايه كمان اللي بتطالبوا بيه يعني بصفتك مسؤول عن النقابه في بورسعيد؟ يعني المطالب اللي انتوا بتطالبوا بيها المسؤولين يعني يجيزها لي في نقاط محدده. هو اهم حاجه قلنا اول مطلب يا ريت يعني ويهتموا بيه التامين الصحي، التامين الضماني. عندنا كمية الصور يا ريت يهتموا ببورسعيد شوية بيها. عندنا يهتموا بنظافة الميناء، الميناء نفسها النظافة. هي في حاجات كتير والله يعني، بس هي دي أهم حاجة. يا ريت لو الحاجات دي اتحققت مش عايزين أكتر من كده، ويشكروا المسؤولين بقى. طيب برضو خليك معايا، هرجع لك تاني بس أنتقل أيضا إلى أحد الصيادين أتعرف بيك. محمد علي إسماعيل. يعني رئيس محمد بالك قد إيه شغال صياد؟ قال لي من بقالي النهارده 45 سنة صياد، يعني أنا عندي النهارده 51 سنة بسرح وأنا عندي 6 سنين البحر. كنت بتسرح مع والدك ولا إيه؟ كنت بسرح مع والدي، يعني أبا عن جد صيادين، مالناش مهنة إلا البحر. وأولادك برضو صيادين ولا؟ من الظلم اللي إحنا شايفينه ومن الحاج اتكلم عليهم المشاكل اللي إحنا بنتكلم عليها، فضوا البحر، ما فضوها. أنا ليا مركب، يعني لما يكون ليا مركب عشان اجيب شويه جزز رحبهم زي ما تفضلوا اللي قبله قالوا لك، اقعد مبطل اربع ايام ولا خمس ايام عشان اجيب شويه جزز رحبهم. غير كده انا راجل بدفع تامين اجباري 550 جنيه، يعني على الحصان 7 جنيه، انا مرخص 80 مثلا. 550 في الشهر ولا؟ في السنه، وبدفع تامين للمركب، وبدفع ضرايب، وكل ده انا بيعود عليا منه بالدوله بايه؟ يعني انا مركبي مره غرقت وعملت جواب غرق، وجاني الخبير من مصر وقالوا عليا التامين، يعني هم عاملين التامين الاجباري عشان لما يكون في حاله غرق يعوضوا الصيادين عنه. ده ما بيحصلش الا من كل 100 واحد، من كل 100 صياد ولا 1000 صياد واحد. غير كده احنا ما فيش لا نقابه مسؤول، يعني احنا في مصر 8 مليون صياد من بورسعيد على جميع الصيادين، على ما انا سمعت 8 مليون صياد، حق الصيادين كله مهضوم، ما فيش حد سال على اي صياد. كل النقابات بتاع الدنيا اتكلموا عنه، التعليم قال لك عايزين مرتبات زياده، بتوع الشرطه، بتوع كل الناس. طب احنا الصيادين دول مين اللي اتكلم عنه؟ احنا مش مخلوقين في الدوله؟ مخلوقين ولا احنا مش مخلوقين؟ لا حد بيسال علينا ولا حد بيهتم بمشاكلنا. حتى رؤساء الجمعيه ورؤساء الاتحاد النوعي، طبعا الحاج ما هوش راضي يقول عشان هم ناس اصحاب، وانا اللي بقول ما هوش راضي يتكلم، ما حدش بيجي لنا ولا بيسال عن مشاكلنا. طب ازاي انت مسؤول
ورئيس الاتحاد النوعي على البحر الابيض كله وما بيجيش تشوف مشاكل الناس. ما فيش اي حد بيجي بيتكلم معاك وبيقول لكم المشاكل بتاعتكم ايه، المطالب بتاعتكم ايه، لو في مثلا ازمه او في مشكله معينه حصلت لكم ما فيش اي حد بيسال عنكم؟ وانا بتكلم واحلف والدور بدا ما فيه. احنا يعني راجل زي ده ليه مركب وشغال في النقابه، هو شغال مرتب ما بياخدش مرتب، بيجري هنا وهنا وهنا عشان يوفر شويه الجاز للناس. طب وغير كده انا بدفع تامين، يعني انا لما تيجي الدوله تحاسبني على انا بدفع في السنه بدفع لي بتاع 1200 جنيه، طب ايه الدوله اللي انا عادت عليا منه؟ انا لما يجي عندي 60 سنه اقدر ان انا ما عنديش عيال، مين اللي يصرف علي؟ لا تامين لصياد ولا حد ذكر حد صياد خالص في اي مشكله. طب ده ينفع؟ مش المفروض يبقى ان النقابه تسال علينا؟ تسال علينا وتيجي تشوف مشاكلنا ايه؟ يعني النقابه اللي موجوده حاليا دي مش بتسال عليكم او حد بيشوف مطالبكم؟ مين اللي بيسال؟ انا اللي بتكلم ومش خايف من حد، لان كلهم دول الناس اللي اتكلمت قبلي خايفين لحد يقول مثلا يجي يتكلم معاهم يقول لهم انتوا بتتكلموا في حقنا ليه؟ مين الصيادين اللي الناس سالت عنه؟ هم قاعدين على مكاتبهم بس يقبضوا في فلوس وما يجوش يشوفوا مشاكل الناس الغلابه يعني، لان ده المينا اللي بيقول لك 75000 صياد لا اكتر من كده. يعني النقابه اللي موجوده دلوقتي بورسعيد ده اسم على الورق بس ما بتعملش اي حاجه؟ اه الحاج عارف والناس كلها عارفه، ما حدش بيسال عن حد. طيب يعني ردك على الكلام ده يا حاج محمد؟ بالنسبه للنقابه هي اتعملت اثناء الثوره، كان كله عنده حماس. يعني ما كانتش موجوده من قبل الثوره؟ ما كانش في نقابه للصيادين قبل الثوره خالص؟ لا ما فيش نقابه. النقابه اتعملت وكان في الناس كلها عندها حماس وكل واحد على فكره، يعني مفكرين النقابه مثلا هيستفيدوا منها يطلع لهم حاجه، فتلاقوا النقابه يعني ايه المفروض هي لخدمه الناس أو الدفاع عن حقوق الصيادين. فطبعا ايه كله هرب من موضوع النقابه، وعشان تقوم النقابه لازم يبقى فيها حاجات ماديه انت تشتغل، يعني لازم في رسوم بيدفعها، في تامينات بيدفعها للنقابه بعد كده عشان لما يبقى في بعد كده معاش او في تامين. ما انا تقدرش تدفع تامين او معاش للصياد، هو التامين 3 جنيه في السنه، هتدفع بهم تامين ولا تدفع بهم اجره حتى الاوضه اللي انت المقر اللي انت هتجيبه؟ لا هو لان احنا الصياد مش هيدفع اكتر من جنيه او 3 جنيه خلال السنه. لا بالنسبه للتامين الاجباري المركب 280 جنيه في السنه، 280 في التامينات. ال 280 بتدفعهم لمين؟ للنقابه ولا لهيئه الثروه السمكيه؟ عشان الترخيص. التأمين الإجباري يعني شروطه مكحفة للصياد عموما. أنا بدفع تأمين إجباري، هو اللي عامله الأستاذ محمد الفي اللي هو رئيس الاتحاد النوعي للصيادين عموما في مصر. هو يعني بصراحة هو التأمين الإجباري دي مصلحة شخصية لهم، شركة عاملينها لهم. أنا بدفع تأمين إجباري. شركة إيه المفروض بتحصل التأمينات النوعية دي؟ شركة تأمين. شركة تأمين بيحصلوا من كل مركب على تبع قوة الحصان بتاعه. أنا مثلا قوة حصاني 110 بدفع 520. طب هي بتحصل كده يعني بصفتها إيه؟ صفتها القانونية إيه؟ إن هي تعمل حاجة زي كده تحصل أيوه يعني تأمين إجباري دي مثلا دي شركة خاصة؟ بس الشروط بتاعتها الشروط شروط مكحفة عشان انا اخد مبلغ تأميني، اخد مبلغ تأميني وتقريبا مبلغ التأمين ما يجيش ربع المبلغ المركب، ما يجيش اقل من الربع بتاعه، اقل من الربع الاصلي اللي انت مأمن عليه، وما يجيبلكش مبلغ التأمين الا اذا المركب ده يا اما غرق يجيب لك التأمين بتاعه، يا اما حصل حادثه غير اراديه غصب عنك يجيب لك مبلغ جزء من مبلغ التامين. وطبعا ده بيرجع بعد كده للتقدير الخبير المفروض بيتم بيوفدوه للمكان ويعاين، وفي معظم الاحيان طبعا ايه. طيب في نقطه، انا مركبي اتكهن، يعني الكهن يعتبر برضه طالما اتكهن زيه انه غرق، زيه هو خلاص انتهى، ما يديليش تامين اجباري ليه عليه في نهاية المدة؟ أبسط حاجة الناس بتعمل إيه؟ عشان أعرفهم برضو أبسط حاجة الناس بتعمل إيه؟ يروحوا غرقين المركب وهو واقف وغصب عنه بياخد التأمين بتاعه، هو غرق. طب ليه ما مثلا أنا مركبي اتكهن نهاية عمره خلاص اتكهن مش هستفيد منه بحاجة وبدفع تأمينات طول المدة اللي فاتت دي، إزاي ما أخدش مبلغ تأمين عليه؟ ما بياخدش مبلغ تأمين. يعني هو مش بيحصل على مبلغ تأمين إلا في حالة غرق هذا المركب. العوامة
الا في حاله الغرق بس فقط. هو بالنسبه للتامين اللي الاخ بيتكلم عليه. طيب اضافه اخيره لحضرتك سريعا قبل ما اختم. عايزين حد يعتني بالصيادين، ارجوكم المسؤولين يعتنوا بمينه بورسعيد، لمينه مرسعيد حقها مهضوم مهضوم مهضوم. عايزين بس حد يشوفني، لان احنا ناس غلابه، والراجل فينا لما بيكبر ما بتلاقيش حد يصرف عليه ولا يعول. شكرا يا استاذ. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه لقاءات مع عدد من الصيادين من ابناء محافظه بورسعيد، استعرضنا معهم ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه هؤلاء الصيادين، خصوصا بعد توقف عدد كبير من هذه المراكب من مراكب الصيادين عن الإقلاع وممارسة مهنة الصيد التي ورثوها عن آبائهم وعن أجدادهم. ما زلنا متواصلين معكم من محافظة بورسعيد، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما بقى في سوق للبلطجه، في سوق للكحول. فين الكحول دوت؟ فين الكحول؟ فين؟ وما حدش عارف فين، مين صباح ولا فين؟ ممكن تكون ميته، ممكن تكون في الصعيد، ممكن تكون موجوده وما حدش عارف هي مين. لما انت عارف ان هو غلط ما بتروحش ليه تبلغ النيابه؟ هتحافظ على دول؟ سكتت ليه؟ يبقى انت مش هتعرف تحافظ.